والحمد لله نحن نتمن كثيرا هذا اللقاء هذا وهذه الجلسه هذه مع جلاله الملك، لان كانت بانه تعطينا واحد الخطوه السباقيه لما سياتي ان شاء الله. كاين مراحل متعدده، المرحله الاولى اللي هي المغرب انخرط فيها وهي الدخول في التجارب السريه وتطوير واحد اللقاح مع شركه صينيه، وكذلك اقتناء مجموعه من اللقاحات من خلال واحد الشركة بريطانية. الشيء الثاني بعد ذلك التطوير هو الموافقة عليه، وكنظن بأن الترسانة القانونية في المغرب ستسمح بذلك. والشيء الثالث اللي كان هذا الاجتماع المحور ديالو اللي هو إمكانية باش تكون واحد استراتيجية واضحة تمكننا من أنه التطعيم والتلقيح ديال هاد الأشخاص هذه في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، ابتداء من شهر يناير إن شاء الله. الخبر اللي كان هو تانا متزامن في نفس الوقت، حنا بغينا ندخلوا شوية ديال الامل المغرب اليوم كثير من الامل، هو انه كان شركه فايزر لاول مره كتقول بانه كاينه امكانيه ديال الموافقه على واحد اللقاح اللي اثبت واحد النجاح كبيره مع سلامه متميزه. هذا اللقاح هذا اللي كيقدر انه يعطي 90% ديال المناعه للاشخاص. اذا هذا الخبرين هذا كيعطينا جوج الاشياء، كيعطيونا بانه ربما اللقاحات ان شاء الله مقبلة مع وجود واحد 20 لقاح الآن في التجارب السريرية الثالثة، وكاين المرحلة ديال التطعيم اللي إن شاء الله عندنا واحد استراتيجية واضحة ديال البلاد اللي غادي تمكننا إن شاء الله. هذا كيزكي اللي كنا كنطرحوه دائما على أنه بقات لنا واحد الكرونولوجيا الآن بقات كتبان، خصنا غير واحد الانضباط معين إن شاء الله.